للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين السبعاوي. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. 50 يوما مرت على تشكيل الحكومه في العراق، حكومه عبد المهدي، ولكن دون تطبيق بنود البرنامج الحكومي. يعني ما الذي ينتظر عبد المهدي للبدء بتطبيق ما وعده اثناء الحمله الانتخابيه؟ تحيه لكم ولمشاهديكم الكرام. انا اعتقد السيد عادل عبد المهدي لا يستطيع تنفيذ برنامجه الانتخابي حتى لو صح ذلك البرنامج. السبب أن السيد عادل عبد المهدي يعتبر من أصغر الكتل الشيعية التي ترشح منها رئيس الوزراء. سابقا كانت حزب الدعوة، وحزب الدعوة يمتلك أكبر كتلة نيابية داخل الشيعة. اليوم أول من يقف في وجه السيد عادل عبد المهدي هو حزب الدعوة، وبما يسمى الدولة العميقة التي كانت تدير العراق منذ عام 2003. هذا أولا. ثانيا، لا يمكن لرئيس وزراء أن ينفذ برنامجه الحكومي بغياب 8 وزراء منها 2 سيادية. هذا لا يمكن ولا يعقل أبدا، وخصوصا في نظام برلماني. لو كانت هناك يعني فعلا يعني نظاما برلمانيا يدير الدولة بأسلوب مهني، لكان رئيس الجمهورية طالب السيد عادل عبد المهدي بتقديم استقالته باعتباره لن يستطع تشكيل الحكومة، لأن لا يمكن حكومة تشكل بغياب 8 وزارات وكلها تدار بالوكالة. هذا أمر غير ممكن، ولكن هناك صفقات سياسية وكتل سياسية كل يعمل لصالحه، فبالتالي تبقى الأمور على ما هي عليه. وهناك تشبث بالسلطة، وهناك أيضا من يعمل على إفشال السيد عادل عبد المهدي. كل هذه الأسباب اجتمعت في عدم تنفيذ برنامجه الانتخابي. يعني هل هذا تبرير عبد المهدي بعدم تحريك الأوضاع السياسية والاقتصادية منذ تسلم المهام بعدم اكتمال الوزارة ونقص 8 وزارات عن التشكيلة الحكومية؟ يعني هل هذا تبرير مقبول حتى الآن، يعني للوقوف 50 يوم منذ تشكيل الحكومة؟ يا سيدي، 4 سنوات لا يستطيع تنفيذ برنامج الحكومة، وليس 50 يوما. 50 يوما لا يمكن أن ينفذ أي برنامج يحمله السيد عادل عبد المهدي، مهما يكون هذا البرنامج، حتى لو كان صغيرا لا يستطيع تنفيذه. كيف ينفذه بينما من سلفه 4 سنوات لم ينفذه، وإنما ذهب العراق إلى ما هو أسوأ، وهذا بشهادة القوى السياسية والساسة العراقيين القائمين على هذه العملية السياسية. لهذا السبب نقول أنه لا يوجد هناك أيضا تعاون مع السيد عادل عبد المهدي لتكملة كابينة الحكومية، ومن ثم يسرع في تنفيذ برنامجه. كيف ينفذ برنامجه بغياب 8 وزراء؟ يعني حتى إذا وجدت 8 وزارات، هل عادل عبد المهدي قادر فعلا على الوفاء بما تعهد به بالبرنامج الحكومي؟ أنا أعتقد أنه لا يستطيع. أيضا هناك أيضا أسباب، هناك قوى منفلتة، قوى مسلحة منفلتة لا تخضع للدولة، هذه أكبر عائق أمام السيد عادل عبد المهدي. هناك فساد كبير لمن سلف عادل عبد المهدي ومن بعده وأثناء وجوده في الحكومة. لهذا سبب الفساد تحدي كبير أمام السيد عادل عبد المهدي، وخصوصا الفساد في العراق ليس فساد موظفين صغار أو موظفين ثانويين، وإنما فساد قمم. وفساد القمم من الصعب على السيد عادل عبد المهدي أن ينفذ برنامجه الإصلاحي. لكن نحن نتكلم على شكل مراحل. المرحلة الأولى بعدم تنفيذ برنامجه وعدم اكتمال كابينة الحكومية. المرحلة الثانية في حال عدم اكتمال برنامجه هناك تحديات، هناك ميليشيات وهناك فساد لا يستطيع السيد عادل عبد المهدي، إضافة للقوى الخارجية التي لها نفوذ داخل العراق لا يسمح للسيد عادل عبد المهدي أن ينفذ برنامجه. نعم، بالحديث عن استكمال الوزارة وعدم قدرة عبد المهدي، يعني يبدو أن عادل عبد المهدي ليس قادرا على فرض إرادته السياسية على تشكيل الوزارة. هل ترى بأن فالح الفياض بكل ما اقترفه فالح الفياض فرض على عبد المهدي، أم أن فالح الفياض هو مرشح من قبل عبد المهدي نفسه؟ لا، هو ليس مرشح سيد عادل عبد المهدي. لو كان مرشح سيد عادل عبد المهدي لما كانت هذه المشكلة منذ 50 يوما، وإنما فرض على سيد عادل عبد المهدي، وهذا معلوم لدى جميع الساسة والوسائل الإعلام تدرك أنه كان هناك ضغطا إيرانيا على السيد عادل عبد المهدي أو على الكتلة الشيعية لقبول السيد فالح الفياض كوزيرا للداخلية، وكان هناك مماطلة ورفض، ومن ثم قد يعني تنتهي بقبول هذا الوضع الراهن. نعم، الأستاذ الباحث والكاتب السياسي الأستاذ حسين السبعاوي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.